هل عليك سلامي يا خير الأنامي محبوبي يا خير الأنامي عليك سلامي أجب عليه وعلى أمته 50 صلاة عند خطابه فردت ب50 لمشيئته فلها أجر مثل 50 كما شاء المولى لطفا للأنامي عليك سلامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي عليك سلامي هدع مسرورا لبيت الحرام ودعا قومه لدين الإسلام هدى من اهتدى من أولي الكرام أبدا من ضغى بحد الحسام منصور بالرعب بإذن العلام عليك سلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك سلام هاجر المصطفى دار هجرته خير المولى بين الدارينه فاختار مسرورا دار بقائه إنه نبي سر أسراره رؤوف رحيم بنا في القيام عليك سلامي خالفت في فعلي وحالي كله لكنني باعترافي أرجوه أنه رؤوف رحيم يرحم خله أرحم من أمين أبي وأعمامه عليك سلامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي عليك سلامي يا نصيب السماء بلغ خبري وما لقيته من طول سهري فصف لهم حالي وعظم خضري قد عاقني دهري ومني ضرري عسى يرحموني بمحو الأصامي عليك سلامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي محبوبي يا خير الأنامي يا خير الأنامي عليك سلامي يا رسول الله إني دخيلكم مالي وصيلة غير إحسانكم مع ذنبي وذلي أرتجي رفدكم فبعدكم دائم شفاء قربكم فمتى أفوز منكم بمرامه عليك سلامي يا غنامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي عليك سلامي يا نور يا هادي يا جلي النفاق عبيدك الرزاق في تيه الفراق كن له طبيبا مدويا راق في الدين والدنيا ويوم الطلاق ويوم الفراق يوم الازدحام عليك سلامي يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك سلامي عبيدك الجاني ضاقت أحواله كثير التواني قلد أسبابه أصير الخطايا جلد أثامه عاصي المعترف نرجوك أنه حشاه رجيكم يخيب إمامه عليك سلامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي عليك سلامي يا رسول الله يا زكي النسب ويا حبيب الله يا خير العرب ذكركم قوتي كنزي ومطلبي قد ضاقت حيلتي يا نبي قد ضاقت حيلتي يا نبي عن اللي مناي وحسن الختام عليك سلامي يا خير الأنامي يا خير الأنامي محبوبي على هادي الورى معدن العرفان والآلي وصعبي بالدور الأكوان ما غنت الحروف في دار الجنان أو قال مشتاقون يا خير الأنام عليك سلامي يا خير الأنام يا خير الأنام
يا خير الأنام يا خير الأنام عليك سلام خير الأنام يا خير الأنام عليك سلام اللهم صل وسلم وبارك